مبتوع من دول شو بطعم الخميس؟ صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في ناس كتير قوي بتسأل ازاي تربي الدواجن البيضاء وطريقتها ووزنها بيوصل قد ايه ومعادها قد ايه. نبتدي معانا في القناة دي هنعلمك ازاي تبتدي في التربية وازاي هتجيب قد ايه وهعمل ايه والمكان هيبقى عامل ازاي. البداية كلها بيبقى عايزة مكان يعني ابتدي صغير يعني زي ما بيقولوا وتكبر حتى لما تبتدي بخمسين فدان دي بداية يعني مع الارشادات اللي انا هديها لحضرتك والمواضيع كلها. اخلي حضرتك لما تربي على نظافة وتنجح في الموضوع في المشروع. عرفك المكان قد ايه على الكمية قد ايه الاكل والشرب بيبقى مثلا عامل ازاي بيبقى توصل مثلا بعد 15 يوم توكل تاني. الاعلاف نفسها تخليك تجيب اعلاف اصليه نظيفه. الادويه والعلاج برضه هعلمك ازاي تجيب علاج وازاي تجيب ادويه نافعه مش ادويه ضاره. اخليك تربي باقل تكاليف. ده كله من خلال القناه بتاعتنا. خليك ما تقابلش اي امراض. ده بالنسبه لكل الطيور حمام بط كل انواع الطيور. تابع معانا على القناه بتاعتنا وهتلاقي الموضوع سهل جدا وهتلاقي في مشاريع كتير هشرحها. هو شوف لك الموجود ايه وشوف تسعين حاجة تسعين.
كل انواع الفروع كانت موجوده، نجيب كل حاجه. السعر 46 مليون، البنين 95 مليون. الله 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 الله
80 يا ماركو. يلا عمي.
Thank you.
43 ده بلا اي حاجه صغيره في الربع كده مثلا عامل 180 107 قطعه 2 يعني 2 Thank you.
ما
عدد ايه؟ عدد ايه؟ انا شوف لك الموجود ايه؟ طب ما هي دي؟ هي
Thank you.
Thank you.
Thank you.
والله اللي فوق
I
مش عالي اهو. سيبني كلام يومين قلت لها هقطعه تحت تحت. ايوه. عيني كان في رمضان برضه. ايوه عيني كان في رمضان. هو كان في رمضان ولا لا؟ هو ده كان في رمضان. اه ايوه صح. ما هي عرفت بقى. قطعه من الحاج؟ لا الحاج كده ما بتعملش. بنيه؟ صدر بنيه. نص 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 ن
Thank you.